مساء الخير، أنا كريم الزين، رح تتعرفوا علي أكثر خلال هيدي الحلقة، لكن أنا موجود هلأ مع ماتيلدا ونيرفانا من أجل مشاركتهم بتقديم هيدي الحلقة الخاصة بعيد الأم، لأنه برنامجهن سمح لي بتحقيق هيدا الحلم. مساء الخير كريم، نحن مبسوطين بحضورك الليلة. مساء الخير فيك. مساء الخير يا كريم، وأهلا وسهلا بيك. أنت النهاردة هتنورنا وتسعدنا، وهنتكلم معك كتير قوي طول الحلقة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مساء الخير نيرفانا. مساء الفل. نحن بحلقة اليوم معانية كبيرة، يعني اليوم عيد الأم، رح نحاول بهالحلقة مش نفرجي بس دموع وحالات لأمهات عاشوا مواقف سلبية أو مواقف وجع، رح نفرجي كمان ببعض التقارير أو ببعض المواقف إنه ممكن نحول الوجع إلى فرح إلى إيجابية بالحياة. نيرفانا ماتيلدا، إحنا علشان برضو الناس تبقى عارفة معانا ليه كريم النهاردة بيقدم الحلقة دي وبكل يعني خصوصية إحنا خصناه بتحقيق حلمه فيهن، على الرغم إن هو شاب يمكن هن معني بالمرأة، ولكن هو حالة خاصة بكل المقاييس. ليك لما بتكوني أم بتبطلي برافو أنت، لأنه بتصير تبع، يعني انه انا بتعتبري اللي عم تعمليه واجبك، مش بس واجبي، يا ريت فيه اعمل اكثر. يعني انا كنت على طول اقول يا ريت انا، ومش طبعا مش كريم، يعني بدي اقول لها لريتا صار لي 7 سنين، صار عمرك 7 سنين فوق عند ربنا، اكيد هي مبسوطه في مكان احسن مننا، اكيد مبسوطه، هيدا بعرفه، بس بدي اشوف اذا مبسوطه راضيه على جمعية بيت ريتا، راضية على هالموظفة اللي ماشية. إن شاء الله. اثنيناتهم أهل، يعني ما بحس إنه وحدة أم أكتر من الثانية. بالنسبة لشرب، إذا بدي أقول ماما اثنيناتنا، بحبنا اثنيناتنا، ما بيفرق أبداً بيناتنا. الإيمان اللي دفعك إنه أنت تحبلي وتعطي العيلة التانية اللي هي قريبة منك فرح ما عندهم إياه. طيب بس السؤال الكبير إنه أنت ما عشتي ازدواجية بهيدا الموضوع، ما تعذبتي عم تشوفي ولد عم بيعيش ببيت تاني، ولو عم بتشوفيه ولو عم تعيشي معه، عم بتحسي إنه هو شقفة منك بمطرح تاني؟ بالعكس، هيدا شيء كتير عطاني فرح وقوة أكتر لحتى استمر. يعني أخذت هالخطوة بكل إيمان، وضليت أطلب من ربنا على طول بأي صعوبة أمرق فيها إنه أنت معي. أنا قلت لتكن مشيئتك يا رب ومشيت. عاداتنا وتقاليدنا الزوجة أو الأم بتصبر حتى يعني على أخطاء زوجها، ولكن للأسف في حلول أخرى بديلة. يعني ما هي؟ الاستعانة بناس الحكماء والعاقلين من أهلها وأهله.